صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا، لقاء اللي بتنتظروه كل نهار احد بهالوقت مع ميرنا الفتى، اختصاصية التغذية والصحة العامة بيجمعنا فيها هلا بهاللحظات. بدي اقول لك صباح الخير ميرنا واهلا وسهلا فيك. بونجور. ميرنا، بعتقد موضوع كثير الناس ناطرين من الاسبوع الماضي، اتفقنا انا وياك انه نكون عم نناقشه اليوم، هو الصيام. يعني نحن هلا هيك صرنا، يعني بلشت تخلص الاشياء اللي حافظينها وبنعرف نعملها كل سنه. اكيد دائما في افكار جديده، واكيد دائما بنقول انه الصوم له فوائد كثيره وعديده، بدنا نحكي عنها كمان اليوم، ونعطي افكار كمان كيف فينا نكون عم نصوم، لانه في كثير اشخاص وبنسمعها دائما انه انا كل سنه بنصح 3-4 كيلو لانه بصير اكل خبز مثلا او كاربز بشكل شوي كثير طبيعي. يعني بتعرفي معي، لحتى نقدر نقطع نحن الصيام من دون ما يزيد وزننا، في 3 نقاط مفروض نركز عليهم: كمية النشويات اللي بدنا ناكلها، كمية الزيوت اللي بدها تدخل على جسمنا، وتوقيت اكلنا. رح بلش بالتوقيت اللي هو اهين شيء. مش مقبول نكون صايمين للساعه 12 نبلش وجبه الغداء على الساعه 12. هيدا اكثر غلطه ممكن نعملها. على 12 منتروق، منتغدى صوب التنتين 3، منرجع 4 بناخذ سناك، 6 حسينا بحاجه ناخذ سناك ثاني فينا نقطع، عشيه منتعشى صوب 8-8:30 وفينا نعتبر ستوب. بهيدي الطريقة نحنا منكون ساعدنا جسمنا ما يجوع كتير، ما يعمل كريفينجز كتير كبار، وبذات الوقت نكون عم ناكل صح. كمان فينا نشرب قبل ما ننام، بس ما بيسوى بقى نقعد ناكل. 100% هو افضل دوام نكون نحن اعطينا جسمنا تساعدنا. نحن عاده اذا بس بترك جسمي 12 ساعه ما يكون عم بياكل، بنظف الكبد يلي هو نحن بحاجه نعمله على طول. بعطيه اكثر لجسمي، بعطيه 16 ساعه وبعطيه 15 ساعه، بكون عم بستفيد اكثر. 100% بكون عم بستفيد اكثر، بكون عم ساعد جسمي ياخذ هالدهن اللي موجود فيه. اول شيء اذا انا اخذت زياده سكر يصرفهم بالوقت اللي انا عم باخذ، بلس اذا اعتز انرجي بياخذ الدهن اللي موجود عنا وبكسرهم على شكل فات. مين اللي ما بقول له هالقد طويل بصيامك؟ اللي الاشخاص اللي هن ديابيتيك، واللي هن ديابيتيك دو تيب ا، يعني اللي بياخذوا ابر انسولين، بطلب منهم بقول لهم بالعكس اذا فيكم ما تصوموا ما منكم زعلانين. ابار سا كلنا فينا نصوم وكلنا فينا نقطع هيدا الفتره. الاغلاط اللي بنعملها ما نحن صايمين ما عم ناكل كثير لحمه ودجاج او بلوتو، ما بناكل البديل انه بنصير نفكر انه اذا كترنا زيت على الماكولات تبعنا بنشبع اكثر، يعني او صاروا اطيب. زيت لا، بدي انتبه، بدي ضلني اكون بخيله. بالنسبه لإلي كل شيء عم بطبخه، من لوبيا من هندبه من شو ما كنا عم نعمل طبخ، نجرب نطبخ اذا فينا بملعقه زيت او حتى من دون زيت. للتسكير كل ملعقه زيت، لو كان احلى نوع زيت بالدنيا، كل ملعقه زيت بتفوت حوالي 125 وحده حراريه. هيدا اول شغله. يعني 100% نحن لحتى نضلنا محافظين على جسمنا، سورتو البنات معنا معدل بحدود ال 1200 معين، الرجال عم نحكي 1500 اذا ما كنا بنعمل سبار، اذا كنا عايشين حياه عاديه. دونك 1200 كالوري اللي نحن عم نحكيهم ما فينا نطيرهم بثلاث ملاقع زيت مثلا. هي اول شغله. ثاني شغله مثل ما قلنا كميه الزيت بتكون قليله، اللي فينا نحطه بستعمل زيت زيتون مع السلطات لجسمي يمتص الفيتامينات، سورتو اذا عم بستعمل جزر، عم بستعمل دي فيتامين بيدوبه بالفات، بحبه الفات، بجرب بستعمل ملعقه كبيره، هيدي بتكون ماكسيموم اللي فينا استعمله بنهاري، وبكون عم باخذ البزوان تبعي. هيدي من ناحيه الزيوت. بذات الوقت كمان نحن عنا توندونس انه انا بدي جوع، بالانكونسيون تبعنا هو نحن ما رح نجوع، لانه بدي جوع بنعمل صينيه صفوف، منبلش بصينيه النموره القاطعه، منبلش بصفوف بدبس انه ما انا ماني حاطه سكر. لا، صينيه الصفوف اللي عملتها لتزبط معي نحن ما بتزبط من دون ما اكون حاطه كبايه زيت. اللي بيعملها نص كبايه زيت بتحطب، وبار اكسبيريانس يعني، سورتو اذا كنت عم بحكي عن الصفوف اللي بدبس. مضطرين نحط كبايه لكبايتين دبس، مضطرين نحط كبايه زيت،
وغير ما حكيت عن الطحين، ما فيها تطلع القطعة الطبيعية، ما كون أنا عم بحكي ب 300-350 وحدة حرارية، بتروقها فلافي هشة، برجع بعد ساعتين سوبر جوعانة باكل بكمية كتير كبيرة. قبل ما نتعب بالصيام ما نبلش فيهم، يعني آخر جمعتين من الصيام مسموح بلش بالصفوف بهالأخبار. شو البديل؟ البديل الكعك. نحن بنعمل هيدا الكعك الرو اللي بيكون فاضي، كعك بينسون، في اشخاص بيعملوا كعك بدبس بسمسم، هيدا اموين الكعكه بحدود ال 45 وحده حراريه. اوكي، انا كنت تقطع بكل رياحه. اذا انا تروقت ثلاثه مع ثلاث حبات تمر مع كبيت النسكافيه او كبيت الحليب، لا يمكن الحليب بكثير اشخاص ما بتشرب، مع كبيت النسكافيه بتكون كافيه معي كوحدات حرارية اخذهم، حسسوني بالسكر، انبسط فيهم، انطلع نهاري. هيدا الكريفينج تبع السكر هو اكثر شيء صعب بعتقد، خصوصا للاشخاص اللي صايمين كمان عن الحلويات، فيهم ياخذوا كم حبه فواكه بالنهار بالصيام ماكسيمم، بنصحوا يعني ماكسيمم حبتين لثلاث حبات فواكه، يعني مش انه انا صايمه فيني اقطع فواكه على الطالع والنازل. انا قشرت ثلاث بردقانات امبارح، هودي تروا فري ما بقى يطلع لك حلو. اول يوم باكل حلو، قولت امبارح لا امبارح. جربي ما تاكلي حلو، بدي اقول لك شغله، ما باكل، جربي تركيهم لاخر اسبوعين. بس كثير ايه؟ وي كثير كثير للاشخاص اللي كثير على بالها تحافظ على وزنها. نحن تروا فري هيدا الماكسيمم، لانه نحن بيوتنا ضعف. وما فينا انكر انه الصيام او بلوتو رح اقول الفيجن دايت، حتى ما اكون عم بحكي بس صيام كصيام المسيحي، فيجن دايت من الدايتات يلي محطوطه ضمن الليست يلي بتساعد تنضعف وبتساعد تطوط الكوليسترول. دونك اذا نحن عملناه صح فينا ما ننصح، بس مشكلتنا في عندي بريجوجي قبل من اهالينا ومن حالنا انه بده يطلع عبالي. بس يا ماي، البزوان للحلو مع الفاستينج مش مفروض يكون، وإذا بده يكون مش مفروض يكون الصبح. يعني إذا بدي يطلع على بالي حسيت حالي داون وقت عند الكورتيزول هو بعد الظهر بين الأربعة والستة، فيني لبي حالي بثلاث تمرات، فيني ربي لبي حالي بكعكتين بصفوف بدبس وبكفي وقت بكون مرتاحة. فيني مثلا، وين الغلط اللي بيصير؟ عندي كريفينجز مثلا على الحلو، منجيب بسكوي وراحة مأزية. بسكوي وراحة كل وحدة بحدود ال 110 وحدة حرارية، ما فيهم 100%. الأغلاط اللي بتصير هلا واللي بزيد وزنهم بياخذوا بسكوي وراحة ومن دون ما يكون البسكوي مفزلك الكلاسيك الربيانين عليه، هيدي بحدود ال 110 كالوري بتكون. نحن ما فينا ما ناكل ثلاثة، طيب ما هدول 330 وحدة حرارية ما حسيت فيهم ومن بعدهم جعت لأنه عملت إيبر جليسيمي ومن بعدها إيبوغليسيمي. عندك مشكلة تانية الحلاوة كمان تعتبر انه هي صيام، فمناخدها مرات بناخدها مع موزة للتسكير، كاري صغير حلاوة بيعطيني حوالي 260 وحدة حرارية. انتبهوا، نحن عنا توندانس تلف العروس بدي قطعتين وقطعة بتم دوقها، يعني طلعت انا بنهاري سكرت نهاري بس بثلاث قطع حلاوة. هيدي شغلة هون انتبه لهم. هيدي من ناحية الزيوت. طيب شو باكل؟ شو بعمل؟ كيف كفى نهاري؟ بالنسبة لإلي على الساعة 12 كتير ذكية منا كباية القهوة اللي معودين عليها اللي بحبوا ياخدوها العالم مع كمشي لوز ومرات موزة، بيكونوا كتير بشبعونا، بيقدروا يتركوني للساعة واحدة للساعة تنتين ترجع اكل. الغلط اني بلش مرات بالتارتين، لانه التارتين ساعتين زمان، صرتوا اذا كانت زعتر وزيت، واللي بيشتغل مرات ما بيقدر ياخد معه علبة الخضرة ويتسلى فيها معهم، في جوع وراها كتير كبير وما بتشبعوا، بحس ما اكل شيء. كرمال هيك بتفتح القبليه على ال صح، الزعتر من القصص على الاكل صح، والزعتر هو فاتح للقبليه للشهيه بنطلبها للعالم. اكتشفتها السنه قد ما عم باكل زعتر. الزعتر تركيه لعشيه، تركي تارتينه الزعتر اذا بدك لعشيه. الصبح بنقطعهم على هيدا التكنيك. تارتين ما عم باكل خبز. بتعرفي وين عم بحط الزعتر؟ على باذنجان مشوي، كوسه مشوي،
وبلفهم هيك لحس انه انا لفيت شيء مش شرطين. اكسل لو هيك بهيك عن جد بتخسري وزن، ما بتحسي حالك بتخسري وزن. هلا على ريغار في انواع خبز بالسوق صاج رقيقه رقيقه رقيقه، عم بتكون تقريبا القبعه بحدود ال 10 جرامات، فينا نلف فيها. القبعه الوحده فيها حوالي 25 وحده حراريه جيده، مش عاطله تحت الهواء بليك شو المارك اذا بدك. لا ما انا ما بجيب غير منها، بس حتى موقفتها بالسين ما رح وقفها. تقطع مرقوق صغير صغير في بقلبه حبوب. الصغيرة ما فيها، ما في بقلبه حبوب. هي مرقوق أم حكة البركة في وهيديك فيها وحدات حرارية أكثر. هيديك الأبعة تبعها فيها بحدود الكبيرة، الكبيرة 110، الصغيرة بحدود 60 وحدة حرارية. في الأقل منهم. بدي منها هلا بنحكي عنهم. بنرجع بنفكر انا وياك كيف بكفي نهاري. تروقتهم هودولي الغدا ما حس حالي قلتي. اذا انا طبخت طبختي من دون زيت، حطيت ملعقه زيت، الهند باكله ما تحسبه، اللوبيا، الباميه المفرزه اوريدي واللي عبالنا هلا نعملهم، اذا ما في زيوت بقلبهم باكل ما بحسب. عندك مثلا القلقاس، فيني روح مع الشخص على قلقاسه وسط بس من دون تراتور، مع ثوم وحامض ونكزه زيت زيتون، بتشبع بتغذي. وبذات الوقت ما فيك يعني كل كبايه منها عم بحكي حوالي 80 وحده حراريه. فيني اتفنن، فينا الكوسه نعملها رفيعه رفيعه رفيعه، اعتبرها نوع من انواع الباستا مع حاله، مع شويه قرنبيطه مشويه مسلوقه بترجع تكون مشويه، بكون عم باكلها ما عم تعطيني وحدات وعم بتشبعني. فيني استعمل القرنبيط كانه هو رز وحط معه حيلا يخنة عم بحطه، بينفخني بيشبعني. فينا نستعمله ما نخاف بطاطا مسلوقة، فيني راسين بطاطا مسلوقة مش مقلية مع جات سلاد. فينا البتنجان اتفنن فيه على أنواعه، مساعد بتنجان مع كبية حمص بالطنجرة كلها، كتر البصل كتر البتنجان، مثل مسقعة بعملها على كوسة. كتير قصص عن جد بيطلع معنا أكل ما بنعرف شو هو. عندي ملفوف بلش يعتق عندي بالبيت وعبالي صرفه، بصرفه مع كباية برغل بنعملهم مع بعضهم، طلعت لنا طبخة كتير طيبة. أنا امبارح عملت يخنة ملفوف بدون حتى برغل، شي كتير طيب. بصل كتير، جوانح، بندورة. ليه عم بعطي رسات كل مرة ذكريني إن أنا عم بعطي رسات. هلا أنا بعطيك رسات كمان. فرمت لهم كمان بندورة، توم كتير، حطيت لهم شو حطيت لهم، 7 بهارات يمكن، وملفوفة يعني كلها كبيرة. تاكلي ما بتعدي، تاكلي ما بتحس بشو عم تاكلي. طلعت طيبة. بعملها بتكنيك اهين منك يعني شوي، انت زدت الانجريديان، بعملها شوي اسرع. هود اللي بعملهم هيك اكيد رفيع بيكون الملفوف 100%. كم زيت المبدا بالبصل بعملها كلها بخلصها، كمشة برغل، شوية جنجر ببرشلة، كتر منها مي، منها معروفة هي طبخة هي سوب هي شو ما كانت. لا أنا بتشبع وهيلثي. ما تذكرني مذكرة هيدا السوب تبع الرجيم. الرجيم تما تذكرك فيها. يعتبروا من القصص اللي ما فوتت كالوريات كتير، أكلت شي كتير هيلثي وبذات الوقت شبعك. ما مننكر على الأربعة رح نقول ميتين جوع. هلا مننتبه شو يكونوا سناكاتنا، رح ناخد فروي إجباري طبيعي، بس ديجا غداك ما كان فيه كالوري. هلا فينا على ريغار كمان نعمل كأني عم بعمل شوربة الخضرة، بزيد عليها زيادة باذنجان، بزيد كوسة، شو عندي خبار بالبراد بزيدهم، بحط معهم، بحط بس كباية عدس وبتركه لينسلق. كباية العدس المسلوقة بتعطيني حوالي 180 كالوري. انا عملت طنجره مع خضره مع هيدي الكبايه، ما طلع لي كلها. ما بقعد خايفه من الكاربز اللي عم باخذهم، لانه في كثير بخافوا انه يقال حبوب يعني كاربز وبروتيين، ما قوم انصح. ما نحن عم نحط كاربز اقل، بروتيين شوي اكثر تيشبعني، وكترنا من الخضره. وعن جد نخترع يعني. ميرنا رح نكفي اختراعات لانه في كثير، بس بدي اذكر المشاهدات والمشاهدين على 01491703 فيكم تتواصلوا معنا، وفيكم تطرحوا على ميرنا الفتى اي سؤال بموضوعنا لليوم. هيدا السؤال اللي بنخاف منه هلا، مثلا حكيت عن الباذنجان، انا الباذنجان والشمندر كثير بركز عليهم لانه كثير بحبهم يعني، وبعرف انه في
اسمح لحالي شوي اكثر زيد فيه. بس منخاف كثير. فيك تقولي لنا الباذنجانه قد ايه فيها كالوري الكبيره؟ الشمندرايه المتوسطه الحجم، الحمص، انا كثير عم باكل حمص بطحينه مثلا، ممتاز. اذا بحس بالجلد هودي اللي ابدا ما تحسي ابدا بالجلد رح تنبسطي. اول شغله الباذنجانه نحن بنعتبر كل كبايه، يعني تخيلي كاسه كبيره باذنجانه عم تعطينا اقل من 50 وحده حراريه. هالقد يعني الباذنجان كله ما تعديه. اوكي. بلس الباذنجان بنظف الكبد. وهلا موسمه، نحن بدنا نتذكر وقت يكون كبد نظيف ميتابوليزم بيعلى، جسم بيحرق، دونك الباذنجان بيعقد لنا. انا هلا كبدي مهفهف لاكل. مثلا باذنجان الراهب ما تهدي قد ايه عم تاكلي، اعملي جاط كبير، باذنجانتين كبار، شو في خضره، شو في بصل، شو في بقدونس، بندوره، هيدا عشا عمليه، منك مضطريه تتغذي على باذنجان الراهب. طب تبوله بدون في بعد اشياء بدك تعطينا شمندر رح نحكي فيهم. شمندر كل راس شمندر وسط مقبول، انا على طول بنقل شمندر يكونوا شوي صغار حتى اعتبر انه كل راسين شمندر اعطوني حوالي 80 وحده حراريه. الشمندر اذا بدي اكلهم هيك من دون ما احطهم بالسلاد بسكراتهم بيمتصهم جسمي منيح. ما خلي نشوياته يمتصهم جسمي، وتستفيد اكثر من حديداتهم، ثوم وحامض ونقطه زيت زيتون، او نتفي تخلي التفاح مع سلاد يكون فيها كثير خس او ملفوف حسب الاشخاص شو بتحب، شبعها وغذيها. اوكي، رح ناخذ اتصال ونتابع بالكالوريز تبع الحمص. هي انا عندي كثير حشريه واسئله كثير اصلا تحت الهواء وصلتنا. صباح الخير. الو بونجور. بونجور. اذا بتريدي بدي احكي مع الدكتوره. تفضلي عم تسمعك. بدي اسالها عن البلغم اللي بالسلعيم، وبدي اسالها اذا بنستعمل السمن الحيوانيه شوي بالطبخ هل أوكي. هي صحيحه صح ولا غلط؟ خليكي معنا على الهواء الزعفران. شو هو الزعفران الاصلي؟ اوكي، خليكي معنا على الهواء لتسالك. اول شيء رح قلها عن البلغم اللي عم يزعجوها. اكيد من الصوت مبين انه ممكن الشخص اللي عم تحكينا المدام بتدخن، طبعا بنطلب منها اذا بتدخن تخفف من الدخان، بس اذا عبالها شيء نظف. شو بطلب منها؟ بطلب منها الزعتر، الزعتر اذا بتتقبله يكون مغلي مع ملعقه عسل، تشرب منه مرتين لثلاث مرات بنهار، كثير بيساعدها لحتى تخسر من هالانتي توسيف، بيساعدها لحتى يظهر القصص، وبيساعدها لحتى ما تسعل كثير وتدعي، يعني بتظهر بترتاح فيهم، بتنظف منيح صدرها منهم. هيدا اول شغله. ثاني شغله كمان بدي اطلب منها اكيد تجرب تبتعد قد ما فيها عن كل شيء دايري برودكت، لا يعني كل شيء حليب ولبن ولبنه وجبنه، لانه بيساعدوا هالبلغم يكتر بهيدا المنطقه. هي من ناحيه. من ناحيه ثانيه السمنه، على طول بالحياه وبالدايت في قصص بتعمل ترند، يعني وصلنا لفترة نقول سمنة، كيف بتستعملوا سمنة للكوليسترول وتريجليستيريد، حرام عليكم. أنا بعد من هيدا المدرسة ما فيي أنكر، بس هلأ بلش شوي فوتوا أنه بلش، وصار إذا استعملنا كمية قليلة. إذا المدام ما بتتقبل الزيوت، بتفضل السمنة وحطت ملعقة صغيرة بالطنجرة كلها، ما رح تأذينا مثل ما بيقولوا، ما رح تموتنا. بس إذا عم بيرتفع عندها الكوليسترول وعم تعمل دايت من دون ما تكون عم تاخد حبوب، ومثل كأنه عم تتحدى حالة توطي الكوليسترول طبيعيا، السمنة رح تعلي الكوليسترول. أوكي. الزعفران الأصلي. الزعفران الأصلي إن استعملته مع الطبخ نكه للطبخ وساعدها كتير. ما رح إلا الزعفران رح يساعدها لحتى كتير منيح لعليك كرمال السعلة وهودة، لا ما رح قلك منيح للسعلة، رح قلك كتير منيح لميتابوليسمك، كتير منيح لضغطك، كتير منيح للسكري تبعك. إذا أخدت باعتدال كبير او استعملتيهم بطبخك رح يكون كثير عم بيفيدك. اتصال كمان. صباح الخير. الو بونجور. الو وي بونجور. الو وي اهلا مدام، تفضلي. الو حضرتك على الهوا. الو ايه حضرتك على الهوا. الو سافا. اوكي، منتابع بالحمص الكالوري. الحمص بطحينة والباذنجان بطحينة بشجع عليهم بشكل كتير كبير.
عندك الحمص بطحينه كل ملقعتين، شوف هلك فرح تنبسطي، كل ملقعتين حمص بطحينه 45 وحده حراريه منا اخر الدنا. نحن للتسكير ملعقه اللبنه الكبيره اللي بنعتبرها العاديه هي عم تعطيني حوالي 50 وحده حراريه، انا هون ملقعتين حمص 45 وحده حراريه. يعني مشتقات الحيوان اللي احنا بنجرب منا ما نكون عم ناخذهم نحن كرمالك، عملت الكومباريزون، ما بناكل كثير لبنه بالوقت اللي الحمص بطحينه ما رح تنصحنا اذا اكلت ملقعتين. الباذنجان بطحينه كمان، الباذنجان بطحينه اللي ما بيقطع اللي ما بيقطع بياض بيقدر يكسر نص طحين الجاط اللي عم يعمله، نص طحينه نص لبن طلعوا الوحدات الحراريه كثير قليلين فيه، اللي لا ما بيقدر صايم القطعه المضبوطه ملقعتين بيعطوني حوالي 25 وحده حراريه منها الخطيه، يعني بس عم باخذ كالوريات الطحينه مش كالوريات الباذنجان. دونك باذنجان بطحينه، حمص بطحينه، شمندر بطحينه بيقدروا يكونوا من الماكولات اللي نحن بناكل منهم ما بيعطوني وحدات حراريه كثير عاليه، بغذوني وبيشبعوني. هلا كمان لكل الاشخاص اللي بخافوا انه الطحينه تكون كثير فيهم ما يحطوا بالمره، يعني فينا نكون فينا نعملها نبرمها مع حامض وتوم صح بس شوية. ما نخاف من الطحينه ككالوريات لها كثير مقبوله، يعني نحن مثلا ملعقتين تراتور كبار او ملعقه تراتور كبيره عم تعطيني حوالي 68 وحده حراريه منها هالخطيه الكبيره، هي تراتور الطحينه الكبيره وبتغذي بغذي، مش انه عم ناكل شيء في كالوري وما بغذي. طيب مثل الافوكا صح اللي ما عم بياخذ دايري برودكت، انا بعد تقول عن رح احكي عن الافوكا بس بدي اقول لك شو بعد بدي اقول كنت عن الطحينه. عاده الطحينه ما تنسوا يعني نحن عم نحكي سمسم يعني عم نحكي كالسيوم، اذا انفقد عنا الكالسيوم بصيامنا الطحينه عم بتعوض بالكالسيوم، هيدي من ناحيه. الافوكا يلي هو كثير بيشبع كثير بغذي بطلب بناخده على شكلين، بالسلاد هالمرة ننسيه شوي خلينا نستفيد منه بقصص تانية. أكيد وأنا بعرف معي أنه أنت بتستعمليه بصير منعمله سبريدت تيكون تعطيني الأفوكا مع هيدي المدرسة، بس مع أن انتبه على كالوريات الملعقة، يعني إذا عملتهم في منهم بيعملون مع ساور كريم يلي هو أنا ما رح أحكي عنه رح أقول لا، في منهم بيعملون مع لبن كمان ما رح أحكي عنه رح أقول لا، رح أقول بس إذا عملتهم مع نتفة توم ومع بصل ومع نتفة توم وبصل وبندورة حتى تطلع الملقعة عم تعطيني حوالي سوري هوديك الملقعتين عم يعطوني 45 وحدة حرارية، هون الملقعة عم تعطيني حوالي 80 وحدة حرارية، في اتنسيون لهيدا الموضوع. كرمال هيك بمطرح إذا بدي أحد كالوريات بيربح أكثر الحمص بطحينة. دونك انتبه لهم هودولي، بلس إنه ماي أنت لأنه بتعرفي بالدايت ضليعة ما رح تكبي زيت زيتون بقلبها، ما رح تقعدي تتفنني فيها، يعني بتتفنني فيها على الطريقة الهيلثي. الأشخاص اللي عم تعملها مش على الطريقة الهيلثي بتوصل الملعقة ل 145 كالوري. دونك أفير أتنسيون كيف نحن نكون عم نستعمل. شكرا كثير لك منى فتا وأهلا وسهلا فيك، كثير بعد في أشياء أخبار نسألها ما رح تجي أكيد. ملتقينا بيتجدد كل نهار أحد وعن جد لا يمل من حضورك. شكرا. ومن نصايحك ومن ثقافتك بهذا العالم الكبير. فاصل مشاهدينا بنكون باللقاء الأخير لبرنامج يوم جديد لليوم أكيد استثنائيا لنكون مع القداس الإلهي بعد البريك.